لو الحكاية فيها إن فيجو. فأنا الحقيقة يعني لما أخويا أمير جاء ووجه لي هذه الدعوة لم أتردد دقيقة واحدة، لأن فعلا جايين نحتفل بحاجة جميلة على الأرض، مستشفى جمعية بتشتغل بجد. احنا لازم نعترف ان احنا عندنا 26% من اهلنا واخواتنا جزء مننا فقراء. لازم نعترف ان احنا عندنا نسبة كبيرة فيها أمية، عدد كبير من شعبنا عنده أمية. لازم نعترف ان احنا عندنا نسبة كبيرة من ولادنا بيبحثوا عن عمل. لازم نعترف ان احنا عندنا تحديات كبيرة جدا عايزين نصلحها، بس هنصلحها سوا.